للمتابعة مشاهدينا معي عبر الهاتف الأستاذ محمد الجالي الكاتب الصحفي. أستاذ محمد، اليوم يمر عام على هجمات السابعة من أكتوبر وما تلاها من تعنت إسرائيل في ارتكاب كافة الجرائم اللا إنسانية تجاه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية. في رأيك إلى متى تظل إسرائيل على هذا التعنت رغم اقتصادها الحالي الذي يوصف بأنه في أسوأ حالاته؟ مساء الخير على حضرتك وعلى كل السادة المشاهدين. في البداية طبعا ونحن نتحدث عن مرور عام على هذه الأحداث المؤسفة وما حذرت منه مصر منذ اليوم الأول وما حذر منه رئيس عبد الفتاح السيسي منذ اللحظة الأولى لاندلاع يعني هذه الاشتباكات، بضرورة يعني توخي الحذر وضبط النفس حتى لا تدخل المنطقة في صراع يعني غير محمود ولا يمكن أن نتوقع عواقبه، وهو ما تم بالفعل. الآن نحن نتحدث عن توسيع دائرة هذا الصراع، نتحدث عن ممارسات إسرائيلية غير مسبوقة، انتهاكات لحقوق الإنسان وانتهاكات للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وبالتالي ما حذرت منه مصر يحدث الآن. مصر لم تتوانى لحظة عن مساندة ودعم القضية الفلسطينية، ورغم ظروفها الصعبة اقتصاديا ورغم التحديات التي تواجه العالم، لكنها كانت مصرة على دعم الشعب الفلسطيني الشقيق، مصرة على دخول المساعدات الإغاثية والغذائية بكميات كافية إلى غزة، التي يعني نجح الاحتلال في أن يجعلها منطقة غير صالحة للحياة. حذرت من التهجير القسري للفلسطينيين خارج حدود الدولة الفلسطينية، وبالتالي نجحت مصر في قلب الطاولة حتى إن كانت يعني إعلاميا وعالميا، ويعني جعلت الرأي العام العالمي يأخذ موقفا من الاحتلال الصهيوني، رغم أنه في بداية الأمر كانت وسائل الإعلام الغربية والأمريكية يعني تكيل بمكيالين وتعمل على ازدواج المعايير، وبالتالي الدبلوماسية والقيادة السياسية المصرية والمؤسسات المصرية حتى المؤسسات الشعبية والأهلية نجحت في إبراز ذلك كله وفي وضع العالم أمام المسؤوليات. التحدي الآن هو تحدي وقف إطلاق النار فورا في غزة، لن تعمل عليه مصر دائما وتوجيهات القيادة السياسية بضرورة وقف يعني إطلاق النار وإنفاذ المساعدات بكميات إغاثية وعدم فتح جبهة جديدة سواء في لبنان أو في البحر الأحمر، لأن ذلك سيدخل المنطقة في صراعات كبيرة سيؤدي إلى يعني عدم استقرار المنطقة والعالم. إذا ظن العالم أنه بعيد عن الاستقرار أو عن هذه المناوشات فهو بذلك يظلم نفسه، لأن ما حذرت منه مصر يؤكد على أن قرار المنطقة يبدأ من حل القضية الفلسطينية. القضاء على العنف والإرهاب والتطرف يبدأ من حل القضية الفلسطينية وحصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه المشروعة وفق يعني المقتضيات الدولية ووفق ما اتفق عليه. وبالتالي نحن في وضع صعب جدا للغاية، والاحتلال يشن المزيد من الغارات ويهدد بفتح جبهات جديدة. أشكرك الأستاذ محمد الجالي الكاتب الصحفي، كنت معنا عبر الهاتف.